وبشأن ذلك انضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. سيد ضياء، مرحبا بكم. لنبدأ مما قالته منظمة هيومان رايتس ووتش، قالت إن حكومة كردستان تعذب الأطفال المعتقلين لإجبارهم على الاعتراف بارتباطهم بتنظيم الدولة. بصفتكم أمينا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بأي عين تنظر إلى هذه الممارسات سيد ضياء؟ بداية السلام عليكم وتحياتي للجميع. حقيقة هاي الانتهاكات لحقوق الإنسان هي مستمرة من بداية الاعتراف من 2003 ولحد هذه اللحظة، يعني العمليات الإجرامية والانتهاك لحقوق الإنسان موجودة عند الحكومة العراقية وحتى عند أخواننا الأكراد. أيضا هذه العمليات هي ابتزاز للشعب العراقي، يعني حقيقة هذه العمليات والأمور الأخرى التي يمر بها الشعب العراقي من بداية الاحتلال ولحد هذه اللحظة والآونة الأخيرة من في الموصل، حقيقة ليست في الموصل وإنما في كل العراق، حتى في الديوانية، هي المحافظة اللي أنا ولدت فيها وأنا موجود فيها، يعني أنا موجود يعني ترعرعت فيها وكملت الإعدادية في هذه المحافظة، موجودة تعذيب الأطفال. أخي هذه الحكومة، يعني أنا شايف صور بعتولياها أنه أمام القاضي عمره 12 سنة مكفل ومكتف، هو طفل عمره 12 سنة حتى لا يرى القاضي. يعني هل معقول هذه الحكومة تعتبرها حكومة موجودة في العراق؟ لا توجد حكومة في العراق إطلاقا. هذه الحكومة هي بنيت على تدمير الشعب العراقي والمجتمع العراقي. حقيقة ما يقومون به من أعمال ولحد هذه اللحظة هو تدميرا للبنية التحتية والمجتمع العراقي بالأكمل. هم بدأوا بتدمير البنية التحتية وسرقة أموال العراق، وبالوقت الحاضر بدأوا بتدمير الشعب العراقي، حتى الطفل لم لا ينال حقه في العيش الكريم. هذه هي الأمور التي تمر بها الشعب العراقي والذي يمرون بها أخواننا الموجودين في المناطق الشمالية بالعراق وخاصة الموصل، وإحنا نعرف الموصل والجيش العراقي في الموصل سابقا كان أغلب قواد الجيش العراقي، وهذا شيء معروف عند العراقي أنه الأهل الموصل هم يحبون الخدمة العسكرية ويخدمون الوطن لحماية الوطن، وهذا معروف. لكن هذه العملية هي انتقامية. أخي بس خلنا نكمل بس هذه الفقرة. نعم، هذه تفضل. الانتقام بالوقت الحاضر هو من إيران، الانتقام مبرمج لتدمير هذا الشعب الكريم العزيز لأنه قاوم الفرس في الحرب القادسية أو حرب العراق مع الإيرانيين. بالوقت الحاضر بدأوا تدمير الشعب العراقي بالأكمل، يعني كل ما حارب، كل من قاتل الإيرانيين هو منتقم عليه. طيب سيد ضياء، نعم، هناك تقارير كثيرة تحدثت عن دور المخبر السري ووصفوها بهذا الدور بالسلبي في الاعتراف على الكثير من الناس الأبرياء، وحتى الأطفال لم يسلموا من المخبر السري. كيف ترون تجربة المخبر السري في العراق؟ المخبر السري هي هاي يعني مكاسب ومرزقة للآخرين، ذول الشراذم من المجتمع الموجودين، وهذا في كل مجتمع موجود ليست في العراق وإنما كل المجتمعات بالعالم. أكو موجودين ناس، توجد ناس هم يهربون المعلومات أو يكسبون العيش حتى بظلم الآخرين. لربما هاي المعلومات وأغلب المعلومات التي تصل إلى الأجهزة الأمنية العراقية هي كاذبة، وهذه الأجهزة الأمنية المسمى بالأجهزة الأمنية هي ليست أجهزة أمنية وإنما هذه ميليشيات انتقامية تنتقم من الشعب العراقي. بالوقت الحاضر لا حول ولا قوة إلا بالله أنه الشعب العراقي يعني لا يمكن أن ينقذ نفسه من هذه الحالة إلا هو الشعب العراقي نفسه. طيب، لأنه لا توجد من يرعاه في العالم، لا المنظمات الإنسانية ولا المنظمات الحقوقية. نحن نقول، وهذا الكلام نحن نقول ونصدر البيانات ونلتقي مع المسؤولين، ولكن لا توجد أذان صاغية حتى ينفذون ما هو المطلوب منهم، أنه حماية الشخص العراقي، الشخص البريء العراقي، حمايته من هذه الأعمال التعسفية الموجودة في الوقت الحاضر في عموم العراق.
هناك حقيقة لأكون يعني صريح معكم سيد ضياء، هناك من يلوم على المنظمات الحقوقية، أغلب الأطفال المعتقلين يمنعون حتى من الحصول على محام ويجبرونهم على الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها والتوقيع عليها. أين المنظمات؟ هل أن دورها مقتصر على البيانات فقط سيد ضياء؟ أخي إحنا لا من الحكومة العراقية لا تسمح لنا بمقابلة السجناء، حتى السجناء المحكوم عليهم، المحكوم عليهم الصادر حكم قضائي عليهم لا تسمح لنا بمقابلتهم. كثير من السجون ممنوع علينا حتى الدخول إلها. يعني هذه الحكومة هي حكومة تؤتمر بأوامر إيرانية ولا تسمح لنا حتى بعض أخي حتى بعض الدواء والملابس للمسجونين والمحكوم والمحكومين. يعني خلاص انتهى الحكم مالته، لا تسمح لهم حتى بملابسه والأدوية مالته حتى يموت، والسبب هو عدم العلاج الكامل له. هذه المنظمات الإنسانية بالوقت الحاضر نحن نتوسل للحكومة العراقية أنه توصل رسائل من أهاليهم إلى السجين، ولحد هذه اللحظة لم تصل. أنا عندنا هنا في النمسا نوصل عن طريق الصليب الأحمر إلى السجون الموجودة في العراق، ولم تصل هذه الرسائل إطلاقا، لأنه الحكومة العراقية تدعي أن السجين ليست موجود، انتقل من هذا السجن إلى وبادعاءات كاذبة. هذه المنظمات الإنسانية بالوقت الحاضر مكتوفة الأيدي أمام هذه الحكومة، لأن لا توجد حكومة، توجد هناك ميليشيات ومجرمين حقيقة لا توصف، لا يمكن وصف. هذه المجموعة الذي تحكم العراق هي مجموعة حكومة، لا يمكن وصفها بالحكومة، دول مجموعة سراق وقتلة ومجموعة عصابات ممكن تسميتهم بعصابة استولت على العراق لنهب خيرات العراق. سيد ضياء المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يقول إن القوات الحكومية عذبت معتقلا حتى الموت من أهالي مدينة الموصل. تعتقد أن حكومة عبد المهدي قادرة أن تضع حدا لهذه الانتهاكات؟ والله لا حكومة عبد المهدي ولا أي حكومة أخرى، ما دام هذه الميليشيات تأتمر بأوامر إيرانية. أخي كثير عندنا من السياسيين العراقيين اللي كانوا يحكموا العراق سابقا وحكموا في السجن وماتوا بسبب عدم الوصول إليهم الدواء، ومن ضمن هذا الأستاذ طارق عزيز توفى ولم يصل إلى الدواء له. هذه حقائق أخي. هذه الحكومة تأتمر بأوامر إيرانية، ليست حكومة، هذه عصابات تقتل الشعب العراقي. من فيينا أمين، نعم تفضل. ومباركة من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حقيقة لازم نقول هذا الشيء. يعني بغض النظر احنا نقول مؤامرة، نعم هذه مؤامرة كبيرة على الشعب العراقي. أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري، شكرا جزيلا لكم.